شو هو أفضل نوع للسان بلوك؟ ما فينا نحدد أي نوع هو أفضل لأنه بالآخر كلها براند. فيني إلكم كيف تختاروا البراند المناسبة إلكم. أول شي تختاروا الـ SPF يكون على الأقل 30. تاني شي تكون الحماية وايد سبيكتروم. ثالث شي يفضل يكون كريم مش سبراي. سبراي ما بيعطي تغطية كاملة مثل الكريم، لهيك يفضل إنكم تختاروا الكريم. رابع شي اختاروا البراند اللي بتناسب نوع بشرتكم، سواء دهنية مختلطة أو جافة. فكيف رح تعرفوا هذا الشي؟ بإنكم تجربوا، جربوا البراند اللي انتو بتناسبكم بالمواصفات اللي حكيت لكم ياها، وإن شاء الله بتكون مناسبة لكم.